السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الشعب المساود العظيم في مملكة المرخاني المؤسوس اللئيم ابن اللئيم. علمونا في المدارس وفي التاريخ تاريخ العائلة المالكة أن المؤسوس رضي الله عنه وأرضاه تعلم فنون الدهاء والسياسة والحنكة حينما كان في الكويت على يد أميرها الذكي مبارك الصباح، اللي ذبح أخوانه اثنينهم جراح ومحمد ووقع وصار حاكم للإنجليز بدل العثمانيين. وكان ابن سعود يخاطب أمير الكويت هذاك الوقت ويقول له يا والدي، ومبارك يرد عليه ويقول يا ولدي. مبارك هذا كان ينصح ابن سعود بأنه يتحالف مع الإنجليز ويترك عنها الدولة الذاهبة، يعني الدولة العثمانية اللي رايح تنملح. وابن سعود يصدق وميوله لهم ويقول في مراسلاته معهم أنا مثلي مثل مبارك وعاملوني مثل مبارك الصباح. لكن الإنجليز تأخروا في اعترافهم بابن سعود وما قبلوا حتى يعطوه الحماية. راح الشيخ قطر قاسم بن ثاني اللي يومها في بداية القرن العشرين ما زال يحكم باسم العثمانيين بس مسلك خطوطه مع الإنجليز، وطلب منه يتدخل ويتوسط عند المقيم السياسي في بوشهر الميجر نوكس بأن يحموه الإنجليز من العثمانيين إذا ما بغى ياخذ منهم الحسا والقطيف. مرضى نوكس وقام ابن سعود وطلب من شيخ البحرين عيسى بن علي أن يتوسط له، ورفضوا الإنجليز وساطته وقالوا حنا ما نوزع حمايتنا على كل من هب ودب مثل ما يقول جلال كشك. وقبلها مبارك الصباح في الكويت وما قبلوا وساطته بعد الإنجليز. وبعد ما أخذ الحسا قالوا الإنجليز الحين تعال نتفاهم معك يا ابن سعود. وجاء المقيم السياسي الجديد رئيس الرؤساء الميجر بيرسي زكريا كوكس ومعه المعتمد السياسي البريطاني في البحرين العقيد ديكسون، وقابلوا بن سعود في ميناء العجير، ميناء اللي هو ميناء الحسا. لكن أنا أبي أقول لكم عن أستاذ بن سعود في السياسة اللي هو مبارك الصباح. هذا مبارك كان مثل ما يقول المؤرخين متهتك، ما عنده ديانة، شغله الفساد والشرب وبنات الهوى والعياذ بالله. وكان يجيه الشيخ خزعل بن مرادو حاكم عربستان صديق له ويقعد معه ويلعبون ويهيصون ويفسقون. اقروا اقروا روحوا اقروا عن مبارك وفضايحه في كتاب تاريخ الكويت لعبد العزيز الرشيد، واقروا مجلدات وثائقية باسم تاريخ الكويت السياسي للشيخ حسين خزعل، وبعد فيه كتب الجلال كشك السعوديون والحل الإسلامي حتى تعرفون اللي نقوله لكم. المهم ما تعلم بن سعود من ابن صباح ووالده مثل ما يقول ومعلمه شيء من هالخرابيط، وما تعلم من صديقه الثاني الشيخ خزعل اللي فالها على الآخر. وقد قلنا سابقا ان ابن سعود كان يخبص في سوق الرميله. كان الشيخ خزعل يعبث مع مبارك بن الصباح على يخته وما يطيب له المقام الا بفساد القصور. وبعدين بنى الشيخ خزعل له قصر في منطقه دسمان بالكويت، وما كمل القصر الا الله قصف عمر مبارك الصباح، والقصر موجود الى هالحين. المهم زعل ابن الصباح على ولده ابن سعود، وسبب الزعل ان ابن سعود كان يكتب لابن صباح كل ما يبيه وهو يوصله للانجليز. اخر اخبار ابن سعود يوصلها ابن صباح اللي يقول للانجليز ان ابن سعود في جيبه، يعني حاطه في مخباه. كان ابن صباح يبي الحسا له انت يا ابن صباح، وتكون حدود الكويت الى الحسا، لكن ابن سعود سبقه عليها لأن معتمد بريطانيا في الكويت الكابتن شكسبير علم ابن سعود وقال له أن العثمانيين ضعاف واضرب ضربتك المنتظرة، وفعلا سواها وأخذ الحسا والقطيف. ومن هنا زعل مبارك ليه ما قلت لي يا شكسبير. لكن كلها كم شهر وحاصروا قبيلة العجمان ابن سعود في الحسا. وقت الحصار طلب
ابن سعود من أبوه مبارك الصباح أن يسعفه بالجنود، ولكن ابن الصباح قال لولده جابر اللي أرسله على رأس كم نفر: تأخر شوي، خل العجمان يسوون شغلهم، لا تتدخل إلا متأخر. وتأخرت القوات الكويتية المساندة، فاضطر ابن سعود أن يطلع ويقاتل العجمان، وما هزمهم إلا بصعوبة، وجرحوه بعد في بطنه بالرصاص. وقال لمستشاره الطبيب العراقي عبد الله الدملوجي: عجل علينا بالأدوية من البحرين، واطلب الناقص من الهند. وحتى يبين لهم أنه ما مات وأنه قوي، قام بن سعود وتزوج ورقص العرضة حتى يبين فحولته وقوته وما فيه إلا العافية. بس ابن سعود كان زعلان على أبوه مبارك الصباح اللي غشه وخدعه وما ساعده يوم احتاجه. الشيء الثاني أن مبارك زعل من ابن سعود لأنه سواله طريق نفسه مباشر مع الإنجليز، ما عاد مبارك هو الوسيط يودي للإنجليز الرسائل ويجيب لابن سعود الفلوس، صار عنده ابن سعود خط مباشر وعلاقة مباشرة. وهذا ما أغاض ابن صباح اللي ما مات إلا وفي قلبه قهر من الأمير المرخاني الموسوس ابن سعود. المهم أن المرخاني الموسوس قام يكتب تقاريره مباشرة للإنجليز عن معركته مع العجمان وعلاجه من الرصاص وهروب بعض العجمان إلى البحرين ومطالبته بإعادتهم له حتى يذبحهم. كتب للإنجليز النص التالي، أقرأ لكم بعضه وهو مكتوب بالعربي، والوثيقة من وثائق وزارة الهند البريطانية، وهو عبارة عن رسالة إلى جناب المحب الكامل المتحلي بأحسن الشمائل، محبنا العزيز حضرة الميجر تيكيز المعتمد السياسي البريطاني في البحرين. في البداية ابن سعود يهني الإنجليز على تقدم قواتهم المنصورة في العراق ضد الجيش العثماني: وردت إلينا مكاتبك، تشرفنا بمطالعتها، صارت موجبة لإزدياد المسرات والأفراح بانتصارات صديقتنا الدولة الفخيمة وتقهقر الأتراك بعد وصول الجيوش المبدلة والتحاقها إلى الجيوش المنصورة في الكوت، بعدين يدخل المرخاني الموسوس في العميق. وأما من طرف الأشقياء المنتسبين إلى قبيلة العجمان العاصية، بعد مشاوراتكم لسمو والدنا الشيخ المحبوب الشيخ عيسى آل خليفة المفخم، إرجاعهم، يقصد العجمان، إرجاعهم إلى الكويت تأمينا لاستمرار الأمنية في تلك الجهات، فهو من همتكم العليا ومساعيكم المشكورة. وبعدين يتحدث عن الطبيب الأمريكاني اللي راح يعالجه واللي هو مستقر في البحرين، والظاهر إنه يتحدث عن طبيب الإرسالية التبشيرية بول هاريسون. يقول ابن سعود وهو يحدثي مع الميجر كيز: تذكرون أن الطبيب المرسول من قبل الدولة الفخيمة ورفيقه الطبيب الأمريكاني وصلا إلى الإحساء، إننا من فضل الله اكتسبنا العافية التامة بخروج بقايا قطع المعدنية من الجرح الذي لا يخفى على جنابكم. ويقول ابن سعود إنه ما يحتاج لها الأطباء، بس يحتاج إلى أسلحة. تعرفون أن المدفعين صغيرين و500 بندقية رصاص أحضرت في البصرة من طرف الدولة الفخيمة، نرجو من جنابكم تشعرون إلى حكومة البصرة لترسل الأسلحة المذكورة إلى البحرين، وبحين وصولها إليها ومنها العقير في الحسا. ومن بعد هذا يطلب ابن سعود اللي أخذ البلد بذراعه مثل ما يقولون، أن بريطانيا ترسل له مستشارين يعلمون جنودها استخدام المدافع. ولكن الإنجليز في البصرة يقولون له: هات جماعتك نعلمهم هنية وندربهم هنية.
من جملة إشعاراتكم أن قائد الجنود العسكرية يطلب إرسال مدفعيون إلى البصرة ليتعلمون أصول استعمال المدافع، بحيث ما يمكنه إرسال ضباط المعلمين إلى البحرين. مدفعيون الذين أرسلناهم إلى البحرين ترسلونهم إلى البصرة، وفي أثناء سفرهم تعطون أوامر للمأمورين اللازمة لإجراء التسهيلات. وأخيراً نرجو من مروءتكم الكاملة ترفعون مزيد شكراني وامتناني للدولة الفخيمة، وتعرضون احتراماتي لحضرة محبنا الحميم صاحب الفخامة الكرنل كاكس المحترم. توقيع ابن سعود وختمه ومرق في 26 ربيع الثاني 1334. هذا جزء من تاريخ الموسوس طيب الله ثراه، اللي يصنعه منه صنم يعبد من دون الله، وسووا لها صفات خارقة وإيمان لا يتزلزل، وخلوه إمام المسلمين قاتل المشركين ذبح خلق الله لأنهم كفار ومشركين حسبي الله عليه وعلى من افتاله. طلعت كل منجزاته خرطي في خرطي، أليس كذلك يا شعبنا المساود العظيم؟ وإلى هنا تنتهي فقرة مرخانيات لهذا الأسبوع، وإلى مرخانيات أخرى. ها هو غانم قاهر آل سعود يحييكم ويترككم في رعاية الله.